بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا مع القادة. في هذا البرنامج بنحاول أن صوت كل إنسان في أي مكان على أرض مصر المباركة يصل إلى المسؤولين. لا نعرض مشاكل من أجل تصدير مشاكل، لكن لا بد وأن يصحبها حلول، ولا بد وأن يعلم الجميع أن الآن كل إنسان باستطاعته أن يخدم بلده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره. بيده تخص الحكومة، بلسانه إعلاميا، سواء كان إعلام مقروء مسموع أو مرئي. وملفنا اليوم غاية في الأهمية، نتحدث عن الصحة في مصر. قبل أن أبدأ، سنتلقى اتصالات من كل أنحاء المحافظات. على الرغم حينما أعلننا عن هذا العنوان أتت إلى صفحة برنامج مع القادة كثير من المشاكل في المستشفيات، لكن سنتناول الموضوع إن شاء الله من زاوية أخرى، لا نصدر مشاكل كما ذكرت. لكن اسمحوا لي أن أرحب بداية بالمعالي الأستاذ الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم. السلام عليكم معالي الدكتور. مساء الخير يا دكتور، على سيادتك وعلى السادة المشاهدين جميعا. بداية شرفت الفيوم، وأنا سعيد جدا جدا بكل نائب من نواب المحافظين، شباب قادم إن شاء الله قادر على أن يخدم مصر. اللقطة الأولى تدوم، كيف رأى الدكتور محمد محافظة الفيوم؟ الله يخلي حضرتك، أنا اللي بشكر سيادتك وبشكر شعب الفيوم جميعا. أنا بس عايز أقول إنه الدولة أوفت بوعدها في تمكين الشباب، سواء من المؤتمرات الرئاسية أو نماذج محاكاة للدولة المصرية في جميع الاتجاهات. الفيوم يعني دول أهلنا، وإحنا وفقا للتكليف من سيادة الرئيس هنشتغل على المحاور الأساسية اللي هي بتخدم المواطنين، من بناء الإنسان المصري في الصحة وفي التعليم وفي الإصلاح الإداري، وهنشتغل إن شاء الله على جميع الملفات اللي هتكون ملموسة للمواطن الفيوم إن شاء الله. معالي الدكتور، أنا عارف إن لسه في البداية، لكن هوصل صوت شعب الفيوم. يعتبر هي كل جمهورية مصر العربية تتحدث عن نفس الشيء، الملف الصحي، الملف التعليمي، الصرف الصحي، ومياه الشرب. هل دكتور محمد عنده فكرة يدخل في أي ملف سيتقدم عن الآخر؟ والله هو احنا مش فكرة أي ملف هيتقدم عن الآخر. احنا أنا امبارح كنت في زيارة لمستشفى طمية، وكنت في زيارة للوحدة الصحية في كفر محفوظ، والوحدة الصحية في دوار جبلة، والدكتور أحمد الأنصاري المحافظ كان في زيارة برضو لمستشفى الفيوم. فكرة إنه أي ملف يتقدم على الآخر، إحنا إن شاء الله يعني بالتوازي كده هنشتغل على كل الملفات اللي هي بتهم المواطن الفيومي. يعني أنا ما عنديش صرف صحي ولا مية، ده هيأثر لي على الصحة، ما عنديش صحة هيأثر لي على التعليم، فكلها حاجات في حلقة واحدة. احنا يمكن الفيوم من المحافظات اللي يعني نسبتها في الصرف الصحي معقولة إلى حد ما، يعني في محافظات احنا بنتكلم في نسب 7 و8%، احنا الفيوم عندنا النسبة يعني كبيرة أكبر من كده شوية. فإن شاء الله كده وعندنا في قرض أو في منحة من جهة دولية للاتحاد الأوروبي إن شاء الله هتبقى على بداية السنة كده شغالين فيها، وهتحط الفيوم في تصنيف أعلى وأعلى إن شاء الله في الصرف الصحي إن شاء الله. دكتور محمد، يمكن شباب برنامج مع القادة تقريبا 1,700,000 شاب بيتابعوا معنا برنامج مع القادة المسابقات، بيبلغوا تحية لحضرتك وبيقولوا إن شاء الله تواجد حضرتك وكل النواب يكون دفع للشباب ونظرة من قبل الدولة لملف الشباب.
ان شاء الله هنبقى معاهم، وانا كان لسه معايا امبارح لقاء مع مجموعه كبيره منهم، وفي لقاء مترتب بعد ايام قليله مع مجموعه تانية. ولسه حالا وحضرتك بتكلمني انا كنت في وزاره الشباب والرياضه للتنسيق في بعض الامور اللي تخص السياحه الرياضيه في محافظه الفيوم والمدن الشبابيه، وان شاء الله هنعمل يعني حاجه كويسه للفيوم، وهيكون في تواصل دائم مع الشباب وفي كل المجالات ان شاء الله، ومحتاجينهم كلهم معانا ومحتاجين دعمهم لينا ومحتاجينهم انه نعمل حاجه كويسه مع بعض لاهلنا في الفيوم ان شاء الله. معالي الدكتور، يعني ان شاء الله في ملف وصل لبرنامج مع القاده، شكاوى من بعض القرى من بعض مراكز محافظه الفيوم، سوف يعني ان شاء الله يصل لحضرتك هذا الملف قريبا ان شاء الله. انا مش عايز اكون في بدايه الامر، اي حاجه تخص يعني البرنامج واي شكاوى تتقدم او طلبات يتم تقديمها من خلال البرنامج يا ريت تبعتها لي، وهيبقى في تواصل، واستاذنك كمان يبقى الرد عليها من خلال النافذه بتاعت حضرتك، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة ويبقى في تعاون مثمر معانا إن شاء الله. معالي الدكتور أحمد نائب محافظ الفيوم، دكتور محمد عماد، شكرا لحضرتك، وإن شاء الله القادم أفضل بأمثال حضرتك وشباب مصر الصاعد الواعد إن شاء الله. أشكرك يا فندم. شكرا معالي الدكتور، شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، يعني إن شاء الله خلال الحلقة سنتناول ملفات، وهذه الملفات إن شاء الله ستصل للدكتور محمد والسيد المحافظ، وان شاء الله نحاول ان هي توصل لوكيل وزاره كل في تخصصه، بالاضافه لبعض النواب اللي هم تواصلوا معايا خلال اليومين اللي عدوا دول بخصوص الملفات والحلقه بتاعت النهارده. طبعا النائب اشرف عزيز اسكندر ما بيتاخرش عننا في اي حاجه، النائب ممدوح حسيني اتناقش معايا في جزئيه من حلقه اليوم، النائبه الناشطه نشوى حسين، النائب ربيعه ولطيعه، وهنحاول، هو عنده جلسة حاليا إن شاء الله يحاول يعمل معنا مداخلة في نهاية الحلقة إن شاء الله. لكن اسمحوا لي طبعا في بداية الأمر، إن كان منظمة الشعوب والبرلمانات العربية فرع الفيوم عملت أمس تكريم لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة قرب اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. هنشوف طبعا كنترول معايا دلوقتي بعض الصور هتعرض الآن، وحقيقي اسمحوا لي أن وجه الشكر لرجل الأعمال الأستاذ محمد جمعة. هذا الحفل وهذا التكريم تم على نفقته الخاصة، والشيء الجميل التواضع تبعه إن هو ما كانش ظاهر قوي في أثناء التكريم. قد إيه يا جماعة الإنسان لما يعمل حاجة خالصة لله سبحانه وتعالى، ومش عايز الشو الإعلامي، ومش عايز اللقطة، ومش بيتاجر بذوي الاحتياجات الخاصة، ولا بيتاجر بالفقراء زي ما بيحصل في بعض الأماكن. الراجل قال أنا متبرع ليهم بهدايا قيمة، وعمل دروع ليهم وشهادة تقدير. هنشوف دلوقتي حاليا على الهواء إن شاء الله هذه الصور. لكن أنا عايز أقول حاجة، الفترة اللي جاية هنلاقي متاجرة بذوي الاحتياجات الخاصة، كل كيان كل مكان هيعمل تكريم لذوي الاحتياجات الخاصة. ذوي الاحتياجات الخاصة لهم طلبات غير كده خلاص يا جماعة، بدل ما تصوره وتدي له هدية حاول تجيب له حقه. هو بيسأل على 5%، يمكن هو بعض الصور هي طبعا كان مشرفنا في التكريم السياسي المخضرم الأستاذ أحمد ربيع، المحامي المحترم الأستاذ أحمد باتع كان موجود، الأستاذ عصام الدوح اللي هو أخذ أفضل رئيس وحدة محلية على مستوى محافظة الفيوم، كان موجود معانا خالد بيه المستشار العسكري لمحافظة الفيوم سابقا، وكان له كلمة معبرة هنحاول نتناولها أثناء اللقاء إن شاء الله. كان موجود مجموعة كبيرة جدا جدا، الأستاذ محمد تمام كان مقدم الحفل، الأستاذ خالد الحنبولي كان موجود، الإعلام بالمنظمة كلهم وعلى رأسهم الأستاذ إقبال والأستاذ محمود الشريف والأستاذ محمد عبد الفتاح، والأستاذ خالد زيدان كان موجود معانا. ذوي الاحتياجات الخاصة كان موجود معانا دايما اللي واقف معاهم وفي ظهرهم الأستاذ أيمن إبراهيم والأستاذة شيماء، ولا أنسى
المترجم الجميل اللي كان معايا في برنامج مع القادة في لقاء 6 أكتوبر كرم العجماوي. وقد إيه يا جماعة كان لقاء جميل جدا، وكانت الأستاذة سناء الحاجة سناء اللي هي دايما واقفة معاهم، كان موجود معنا الأستاذ سعيد نعمان، الأستاذ محمد نضر، الأستاذة عفاف، مجموعة كبيرة جدا جدا من القيادات لمنظمة الشعوب والبرلمانات العربية فرع الفيوم. وزي ما أنتم شايفين التكريم، وكانت الفرحة على ذوي الاحتياجات الخاصة. صحيح يعني إيه درع ولا بس حاجة بسيطة دخلت عليهم السرور. حتى يسعدك الله لابد وأن تسعد الآخرين. بشكر الأستاذ محمد جمعة اللي هو كان سبب في هذا التكريم، ودي صورة تجمع كرم عجماوي اللي هو ماسك الدرع حاليا ده. فبقول يا دعوة لكل الكيانات، تعالوا نتكاتف مع بعض ونعمل حاجة بالفعل لذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هي بقول عليها 5% يتعينوا، اعمل لهم في كل مصلحه حكوميه رمب طلعه كده يطلعوا عليها بدل السلم، يكون في اماكن صرف معاشات ليهم مكنه خاصه بيهم، يكون في كل مكان في اي وزاره او اي هيئه او اي اداره مكان خاص تعامل لذوي الاحتياجات الخاصه، يكون في مكان متنزه يقعد فيه ذوي الاحتياجات الخاصه. المشكله يا جماعه ذوي الاحتياجات الخاصه ما واش واخدين حقوقهم عندنا في مصر، وكلنا بنتاجر بيهم وكلنا بنتحدث باساميهم، ورغم ان عندنا نسبه عاليه جدا وصلت 13 تقرب من 15% من ذوي الاحتياجات الخاصه، وذوي الاحتياجات الخاصه لو كانت لهم الفرصه لادوا اكثر من غيرهم في حبهم وعطائهم لمصر. ناس كتيره جدا جدا تدعي حب مصر، لكن على التنفيذ طبعا ما فيش حاجه. يمكن شفنا كمان الشباب الفتره دي قد ايه الشباب فرحان باللي بيحصل في مصر. لما الاقي عندنا في مصر الدكتور محمد عماد عبد الله نائب محافظ الفيوم شاب صغير، ولما الاقي احد النواب خريج ماجستير 2015، حاجه جميله جدا جدا ان الاقي الشباب بالفعل يتبوأ مناصب على مستوى جمهوريه مصر العربيه. لما سياده الدكتور محمد نائب المحافظ يقول هات اي ملفات وهنرد عليها، هو ده حماس الشباب. عشان كده بننادي بالشباب ليه يا جماعه؟ في تجاوب معانا، عكس لما تلاقي واحد مثلا كبير في السن ربما لا يجيد الكمبيوتر، ربما لا يجيد التعامل مع الناس، هي عقليه خبره ولو كيانه واحترامه، لكن لابد من الدماء الجديده في كل المصالح الحكوميه. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نرجع مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا قلنا مقدمة عن الشباب، وكان خير دليل اتصال معالي الدكتور محمد عماد عبد القادر نائب محافظ الفيوم، وإن شاء الله بصدر رحب هيكون في تعاون بين المحافظة وما بين برنامج مع القادة. والملفات اللي هتعرض اليوم إن شاء الله سواء عن الملف الصحي في مصر أو عن الصرف الصحي ستكون نسخة منها داخل المحافظة للرد عليها إن شاء الله واتخاذ إجراءات بإذن الله للصالح العام. مشاهدينا الكرام، تحدثنا عن الشباب، كان شيء جميل جدا جدا حضور نخبة من الطلبة، قول من الأساتذة، قول من الدكاترة، قول من العقول الذكية داخل منظمة الشعوب والبرلمانات العربية، بحوث علمية، طلبة مدارس ثانوية، أدهشوا الحضور. المستشار العسكري خالد بيه، المستشار العسكري السابق لمحافظة الفيوم، بحكم أنه راجل عسكري ما كانش بيحضر داخل أحزاب ولا داخل منظمات، يعني كان الحياة العسكرية معروفة عندنا في مصر بيكتفي بالكيان اللي هو فيه. امبارح يمكن تقريبا أول مرة يحضر حاجة زي كده، وجاي عشان يسلم علينا ففوجئ بالاجتماع فحضر معانا. كانت له كلمة معبرة جدا جدا لما لقي الطلبة بتوع الثانوية وبيتناقشوا بعقول ما شاء الله. يمكن هنشوف على الهواء مباشرة صورة الطلبة بتتكلم. دي الطالبة دي قدمت حاجة امبارح، لو لحظة كنترول سيبي بس الصورة دي شوية كده. الطالبة دي عملت حاجة عن بتتحدث عن هي تانية ثانوي علمي مركز إطصة محافظة الفيوم، بتتكلم عن علاج طبيعي للقلب، وأجادت في الحديث سواء بذكر أدوية بالاسم أو وصفات طبية طبيعية. هم دول المواهب بيتصوروا معانا امبارح في المنظمة. فلما تحدثت خالد بيه بيسألها معلش يا بنتي انت تانية ثانوي،
المعلومات دي جات لك ازاي؟ قراتي في اي كتاب؟ ويبدو ان خالد بيع ملم قوي بالموضوع ده لسبب او اخر، فبدا يتناقش معاها، فكانت الاجابه انا فعلا بقر عن الملف ده كويس جدا، وعايش الملف ده من خلال 10 سنوات، يعني عمرها دلوقتي تقريبا 17 سنه، من 10 سنوات عايشه الملف ده، يعني كان عندها 7 سنوات. ايه يعني اللي دخلك في الموضوع؟ لان باباها مريض مرض قلب ويعالج منذ 10 سنوات، وكانت تتحدث بلباقه، تتحدث بوعي، تتحدث بفهم. مجموعه المواهب دي كلها مش هي بس لوحدها، قدموا نماذج طيبه جدا جدا. طبعا عشان هم لسه طلبه صغيرين، بنتكلم على اولى ثانوي، ثانيه ثانوي، كلهم مواهب لسه صغيره، فمش هينفع ان احنا ناخدهم معانا على الهوا او نعلن عن الابحاث بتاعتهم حتى يضمنوا حقوقهم ويسجلوا تسجيل فكر ملكيه خاص بيهم. لكن حبينا من باب التشجيع نعرض صورهم، نقول ان عندنا الفيوم واعده. اجمل ما قيل امس بعد انتهاء اللقاء ان خالد بيه قال يقال عن الفيوم ارهابيه، وعندنا مواهب وعقول ذكيه يقولوا عن الفيوم ارهابيه، وعندنا بنات تحاكي العالميه، عندنا يقولون عن الفيوم ارهابيه، وشباب الفيوم دائما رافع الرايه وشايل الهمه وعاليه، يقولون عن الفيوم ارهابيه، والفيوم اصل مصر، والفيوم ذكرت في مر التاريخ وعلى مر العصور، الفيوم حاضره، هي ليست ارهابيه، انها بلد الكرام، بلد الشجعان، بلد الوطنيين، بلد كل انسان فيها يقول مصر اولا وبصدق، وليس متاجره كما يفعل البعض. فانا بقول بس دي نماذج معينه، ودي الصور اللي هم حاضرين معانا امس. هرتقل بقى لحاجه مهمه جدا جدا، وعنوان حلقتي النهارده الصحه في مصر. انا لو حبيت اعالج الصحه اولا لابد وان اتحدث عن مياه الشرب والصرف الصحي، ومش هتكلم الملف ده يخص محافظه دون المحافظه، ما يجري في محافظه هو نفس الشيء في محافظه اخرى بس بنسبه متفاوته. يعني من خلال سنتين مثلا كان مياه الشرب عندنا في الفيوم ضعيفه جدا جدا، خاصه في اماكن مثلا زي مركز طميه، زي مركز سنورس. الفتره الاخيره تحسن الامر، مش بنسبه 100% لكن افضل مما كان. كان لابد من زياره لسياده اللواء هشام دره القائم على الامر، لواء اركان حرب هشام دره، والراجل فعلا متعاون جدا جدا معانا، الراجل فاهم قوي قوي شغله، بيتحدث بواقعيه. فكان معانا مجموعه، ويمكن الشباب لو عرض معانا على الهواء مباشره، استاذ الدكتور حاتم حلمي، عفوا الدكتور حسن سليمان رئيس هيئه التامين الصحي بمحافظه الفيوم. السلام عليك يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. معالي الدكتور، جميلا فعل الدكتور صلاح طلبة وقدم للتأمين الصحي، زرع فجنى في يوم الثلاثاء الماضي احتفالا من التأمين الصحي ومن محبيه، ما أجمله وما أروعه، فعلا كان يوم جميل. وفعلا التأمين الصحي لأول مرة أشوف القائم على الأمر يسلم حضرتك بيوم جميل، شكر منك ليه وترحيب منه لحضرتك. شفت اليوم ده ازاي معالي الدكتور؟ والله شوف، انا شفته يعني يوم من ايام الوفاء لهذا الرجل فعلا، لان هذا الرجل لم يألو جهد في ان هو يخدم المكان اللي هو يعني على راسه. فالرجل كان بيحارب في جميع الجبهات في محاوله للارتقاء بمستوى الخدمه الطبيه. برضه يا دكتور، يعني شفت الاطباء في التامين الصحي، كلمات الثناء والحب اللي كانت موجوده اللي زرعها الدكتور صلاح طلبه داخل الاطباء، وحضرتك يعني كلمتك كانت معبره قوي قوي، ان هو اول واحد قابلك، ان هو كان بيسالك محتاج حاجه في محافظه الفيوم. ايوه دي حقيقه، دي حقيقه والله يا دكتور، دي حقيقه. يعني هو الراجل يعني يكفيني شرفا ان هو حتى بعد ما خدت دار السكن اللي انا حاسكن فيه، ان الراجل كان يعني
مش بيتصل بيا، بيديني لغايه دار السكن، وهو اللي يدور يلف في الشقه ويسال ايه اللي ناقص؟ ايه اللي اجيبه؟ فيعني ده انما يدل فعلا على ان الاصاله، وان فعلا الاصاله في الانسان ده شيء من الاشياء العظيمه جدا يعني. وانا الدكتور حسن سليمان بالاصاله عن نفسي ونيابه عن شعب الفيوم بشكر كل العاملين في التامين الصحي على تكريمهم اللائق بالدكتور صلاح طلبة. كان شيء جميل برضو ووجود الدكتور محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم، دكتورة أمال هاشم وكيلة وزارة الصحة، معظم الكوادر بمحافظة الفيوم سواء أحزاب، سياسيين، إعلاميين، تنفيذيين. أتمنى معالي الدكتور تستمر هذه الروح الجميلة داخل التأمين الصحي. إن شاء الله دكتور أعدك إن شاء الله بإذن الله أن احنا نحاول جاهدين على أن تظل هذه العلاقة الطيبة بين كل من هو مرؤوس في التأمين الصحي في الفيوم إن شاء الله. دكتور حسن، دكتور حسن، يمكن أنا هتكلم حاليا على التأمين الصحي وعلى الصحة بعد ما أقفل مع حضرتك حتى لا يكون لحضرتك حرك في أي حاجة أتناولها، لكن من الصالح العام سنذكر بعض الأمور وإن شاء الله هنتابعها مع حضرتك بعد الهوا إن شاء الله. إن شاء الله دكتور، متشكر جدا دكتور. شكرا دكتور حسن سليمان رئيس هيئة التأمين الصحي بالفيوم. مشاهدينا الكرام، أكمل بس حديث اللواء هشام درة لما رحنا له، الراجل أثبت إن فعلا المية فيه تحسن، مش بنسبة 100%، مياه الشرب بدأت تتحسن في الفيوم. فانتقلت مباشرة مع مجموعة من مركز سنورس. معانا الأستاذ منصور من الفيوم، السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذ منصور؟ ازي حالك؟ انا بتوجه بالشكر والتقدير لسياده اللواء هشام دره. بصراحه سياده اللواء هشام دره يعني في خلال 24 ساعه حل مشكله عندنا في النور. تمام. كانت مشكله خاصه بالميه. تمام. وصرف لنا مواسير، وانا رحت جبتها من المشروع بتاع سنورس، وبتوجه بالشكر والتقدير لكل رجال مياه الشرب والصرف الصحي. شكرا، يعني ده من طيب اصلك استاذ منصور، شكرا لحضرتك. فرحت للواء هشام دره، معايا مجموعه من مركز سنورس قريه زبط، ويمكن الكنترول لو يعرض معايا بس الصور لو سمحتم. فقلت له سياده اللواء هشام دره في مكتبه، فبساله سياده اللواء، يقال عندنا في الفيوم ان في تدخل من بعض الناس، انا ممكن اجي لحضرتك عشان ارشح قريه دون قريه في موضوع الصرف الصحي، لدرجه الفيوم كلها عايز تجي لك المكتب، عايزين يروحوا خلاص، اللي بيجي عند حضرتك او اللي بيعرف يوصل لحضرتك بيتسجل اسم القريه. كان مشكور، قال قول على لساني موضوع الصرف الصحي لا يتدخل فيه احد كائن من كان. يمكن هم سياده اللواء اركان حرب هشام دره، ومعايا المجموعه المحترمه من مركز سنورس قريه الظبط وطميه، والحديث كان عن الصرف الصحي في كل مراكز محافظه الفيوم. فاللواء هشام دره قال لي لا، ملف الصحي ده تحت ايدي، بتعامل مع ثلاث جهات، مع الشركه الوطنيه، مع الاتحاد الاوروبي، بوفر جزء من ميزانية الدولة. وقال إن عندي تعليمات أولية وأولوية لمركزي يوسف الصديق ومركز إتصا. فانتقلنا لسؤال تاني، سيادة اللواء، بالنسبة لثمان قرى، قرية سيلة وبعض القرى حواليها، ثمان قرى يعني متوقف الصرف الصحي بقى فترة، إلى أين وصل الملف؟ قال إن خلاص تم الإسناد العمل لإحدى الشركات، والمسؤول سياده اللواء المسؤول عن الشركه كان موجود معانا واكد لنا الكلام ان خلاص تم اسناد العمل قريه سيله وثمان قرى حواليها بمركز الفيوم. الحاجه الثانيه عشان انهي بس كلمه اللواء هشام دره، ان سالنا على سرسنه وفرقص السعديه، قال دي من ميزانيه الدوله وهيبدا العمل فيها، والكلام على لسان اللواء هشام دره. 2020 شهر 7 اللي جاي ان شاء الله عليك بخير، الميزانيه الجديده هيبدا في ثلاث القرى دول. باقي مركز الفيوم في قطه توضع، وهي دي اللي هتلتزم بيها الدوله، وهي دي اللي هتنفذ. مفيش حد هيقدر يشيل قريه ويحط قريه، العمليه هتمشي بسلاسه، هتمشي بنظام، هتمشي بترتيب.
تحدثنا في امور كتيره جدا مع اللواء هشام ضره، ولكن انا اختصرت واوجزت الموضوع كله في مراكز الفيوم بدايه واولويه مركزي يوسف الصديق وقدسة، سرسنة والسعدية وفرقص خلاص مع الميزانية الجديدة 27-20 عليك بخير، سيلة وثمان قرى حواليها لا بالفعل خلاص تم الإسناد، ملف الصحي الكل يطمن هيمشي، وسيادة اللواء هشام ضره أكد إن الخطة لا توضع لن يغيرها أحد بإذن الله تعالى. شكر لواء هشام ضره، شكر لكل إنسان في قريته بيسعى إن يقدر يخدم قريته، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى الفيوم قادمة في الصرف الصحي. وزي ما معالي الدكتور النائب السيد المحافظ الدكتور محمد عماد عبد القادر قال إن نسبة الفيوم أعلى بكثير فعلا من محافظات أخرى، إحنا عرفنا إن محافظة أسيوط تقريبا وصل فيها الصرف الصحي 3% فقط، لا في الفيوم نسبة أعلى من كده بكتير إن شاء الله. فالشكر اللواء هشام ضره، وإن شاء الله سنتابع ملف الصرف الصحي والمياه على مستوى محافظة الفيوم. يمكن معانا على الاتصال الدكتور حاتم حلمي أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية. السلام عليكم دكتور. اهلا دكتور رمضان، ازاي معاليك؟ اخبار حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. اتفضل معالي الدكتور. انا يعني بتقدم بشكوايا للسيد رئيس الجمهوريه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعارف ان هو مش هيخذلنا نيابه عن كل البحث، حوالي 10,000 باحث في مركز البحوث الزراعيه، 27 محطه و15 معهد و11 معمل مركزي. تمام. ضد السيد وزير الزراعه الدكتور ابو السيد الحالي بصفته وليس بشخصه، والسيد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه لاصدارهم لائحه الترقيات الجديده ضد مصلحه الباحثين، وبيشترطوا فيها شروط مجحفه لا يرضاها اي عاقل على وجه الارض، بيشترطوا فيها شرط يبخس حق الباحثين، وهو عشان يترقى الدكتور اللي معاه دكتوراه لدرجه استاذ مساعد او الاستاذ مساعد يترقى لدرجه استاذ، شرط فيها لابد ان يكون من ضمن السبع ابحاث اللي ينشرهم انه ينشر بحث دولي عشان يترقى استاذ مساعد، او اثنين بحث لو يترقى استاذ. انا من ضمن الناس اللي بعت بحث انشره دولي الحمد لله، عامل طريقه طلعت الاولى على مستوى العالم. تمام. 40 بحث ورسالة ماجستير ودكتوراه لم نتوفر فيها الطريقه الجديده اللي انا عملتها في صناعه جبن ابيض طازج من لبن الابل اللي هي دوخت العالم كله انا وزملائي التيم وورك. بعتها ده مجله دوليه وحكموها ثلاث محكمين، ردوا على علينا انا وزمايلي قالوا عايزين 1200 دولار يعني ما يقرب من 19,000 جنيه مصري عشان ننشرها. مركز البحوث الزراعيه للاسف، وده بلغ للسيد الرئيس وكل المهتمين بالشؤون العلميه في مصر، من سنه اخر 2015 او 2016 كان بيجي لنا زمان على كل استناره بحثيه او بحث نعمله دعم عشان نشتري الخامات ونعمل تحاليل ونجري الابحاث بتاعتنا على الاجهزه الدقيقه من 5 ل 7000 جنيه. هذا الدعم انقطع من اول 2016 او 2015 بحجه ان مركز البحوث الزراعيه ميزانيته ما عادتش اصبحت ضعيفه جدا. معالي الدكتور، معالي الدكتور معلش بالراحه شويه كده عشان اركز مع حضرتك. البلاغ ضد وزير الزراعه بصفته وليس بشخصه. كان الباحث قديما من حد 2015 كان بياخد من 5 ل 7000 تشجيع اللي هو عشان مواد ماتيريال، حاليا بيدفع 19,000 جنيه. حاليا احنا المركز ما بديناش مليم من 2015، ومطالب ان انت تترقى الاستاذ تعمل سبع ابحاث في متوسط 6000 جنيه ب 42,000 جنيه 50,000 جنيه يكلفوك السبع ابحاث عشان تترقى 50 متوسط 50,000 جنيه. النهارده احنا عملنا الابحاث دي من جيوبنا من مرتباتنا، ما فيش مليم واحد، واتحدى بالورق الرسمي الموجود عندنا في المعاهد ومركز البحوث ما فيش مليم واحد بيصرف على اي استماره بحث من اول 2016 لحد دلوقتي. يعني عشان تترقى وتشتغل وتأدي عملك تدفع 50,000 جنيه من جيبك لسبع او ثمان ابحاث. ثانيا، لما تيجي تنشر النهارده باللائحه اللي وقعها اول امبارح السيد الوزير ومعاه الدكتور محمد سلام رئيس المركز ولجنه القيادات بالوزاره المكونه من الدكتور سعد نصار والدكتور صاحب مؤمن والدكتور منى محرز واخرين، ازاي يوافقوا على حاجه زي كده؟ طب الباحث يدفع 20,000 جنيه منين لبحث واحد، وفي زميله بتنشر من الدكتوراه بحث دفعت 30,000 جنيه مشرفتها لسه قايله لي من يومين 30,000 جنيه طالبه الدكتور عشان تنشر بحث واحد عشان يعتمد. احنا انا لما جالي المجله عايزه 1199 دولار 1199 دولار عشان والبحث اتقبل اكسبتد ومبسوطين بيه جدا والحمد لله الطريقه الاولى على الصراحه، بس هم المجله عايزه فلوس عشان المحكمين وعشان النشر. تمام. ادفع 19,000 جنيه وزي منين؟ انا ليا زميلتي دكتور امل بكت قالت انا ما اقدرش، ما انا عندي ولاد في الجامعه، ادفع 5,000 جنيه كل واحد منا احنا اربعه يدفع 5,000 جنيه عشان بحث واحد.
طب والبحث الثاني خمس برضه ب 20,000 جنيه؟ طب هذا يعقل؟ هي دي منظومه البحث العلمي في مصر يا سياده الوزير الزراعه؟ هي تشترط وتعجز الناس. فين ميزانيه البحث العلمي؟ فين الميزانيه تصرف على ما فيش؟ الاجهزه ما بنشتريش أجهزة. والله العظيم ثلاثه انا مستعد لجنه تقوم حالا. انا جبت ثلاجه من بيتي من 4 سنين بعربيه مخصوص عشان ما فيش ميزانيه نحط فيها العينات في الثلاجه. معالي الدكتور، معالي الدكتور، انا هتابع مع حضرتك بعد الهوا. شكرا دكتور حاتم حلمي استاذ مساعد مركز البحوث. لكن انا باكد انا كنت متفائل جدا جدا في بدايه الحلقه وبقول الشباب والابحاث وشباب صغيرين وعايزين نصعدهم وعايزين نقف جنبهم. دكتور حاتم بيقول لي ان حد 2015 كان الباحث بياخد من 5 ل 7000 جنيه تشجيع يشتري مواد وكده. حاليا مطالب منه يدفع 50,000 جنيه عشان يعمل 7 ابحاث عشان يترقى من استاذ مساعد او استاذ. بعض الدكاتره مش هيقدر يعملوا كده. يعني الزراعه في اي دوله متقدمه رقم واحد. امريكا، الصين، اليابان متقدمه صناعيا عشان متقدمه زراعيا. مجلس النواب فين الابحاث؟ فين مركز البحوث؟ فين ميزانيه البحث العلمي؟ معالي دوله رئيس الوزراء، الى اين يصل الامر بوزاره الزراعه والبحث العلمي؟ نداء للسيد رئيس الجمهوريه، احنا بنشجع الشباب وبنشجع العلم وعايزين مصر تتقدم ولن تتقدم الا بالعلم. ارجو نظره من الجميع المسؤولين لهذا الملف الشائك وهو البحث العلمي. مشاهدينا الكرام، وردت الى برنامج مع القاده عده شكاوى عن مستشفيات والوحدات الصحيه في محافظه الفيوم، فتوجهنا وقعدنا مع التامين الصحي بحكم ان هو شريك اساسي في المنظومه الصحيه داخل جمهوريه مصر العربيه، وعرفنا ان عندهم مشكلتين. المشكله الاولى ان مفيش اطباء تكليف او اطباء يعملون تحت مظله التامين الصحي مباشره. في القيادات، في المركز الرئيسي او المستشفى الرئيسيه فيها بعض الاطباء، لكن جل الامر او جل الاطباء او اكثر الاطباء او معظم الاطباء تعاقد فقط ان هو بعد ما بيخلص شغله في المستشفى الحكومي بيتعاقد مع التامين الصحي. فاذا حصل اي تكليف ليه اكتر من اللازم او حتى شيء مش مناسب ليه في اليوم فبيعتذر، لا مش متعاقد معاك، مش هكمل معاك. فالتامين الصحي يبقى في ورطه. وفي نفس الوقت المشكله الثانيه ان التامين الصحي ما عندوش اماكن غير في المدينه فقط، باقي الاماكن بياخد غرفه 2 في المراكز الصحيه. طب ازاي محافظه الفيوم تجهز للتامين الصحي، يكون جاهزه للتامين الصحي الشامل ان شاء الله؟ اذا لابد من عمل نسبه من اطباء التكليف للتامين الصحي. اول ما يتخرج من كليه الطب جزء منهم 10% 50 60 30 دكتور ينضم للتامين الصحي، واعتقد ده اللي هيحصل. الحاجة التانية يكون في أماكن خاصة بالتأمين الصحي في محافظة الفيوم. الأمرين دول إن شاء الله يعرضوا على السيد المحافظ ونائب المحافظ، دي حاجة أولى. الحاجة التانية رحنا لقط الأطباء، ويمكن الكنترول يعرض معايا الصورة. دكتور ممدوح راغب والدكتور محسن كانوا قاعدين معانا وبنكلمهم مع الملف الصحي، فكونا بكلام منطقي جدا. قال لك طيب ماشي، أنت عايز تصلح المنظومة الصحية؟ طيب ازاي اصلحها وانا عندي مستشفى الحكومي، مستشفى الفيوم العام، الطبيب يهان فيها؟ ازاي يهان يعني؟ الامن لا حياه لمن تنادي. يعني ما فيش مستشفى على مستوى جمهوريه مصر العربيه فيها التسيب والطبيب يعرض للاهانه قد ما بيحصل في مستشفى الفيوم. انا بسال سؤال، يفترض في نقطه امن في المستشفى العام بس للامانه مش مفعله. وكمان في حاجه تاني، ادخل المستشفى العام اكنك داخل السوق، كل من هب ودب المستشفيات التانية يا جماعة بيدخل المريض بس، ربما واحد مع المريض بس. إنما أنت ممكن عندنا في المستشفى العام تاخد العيلة وعيلة العيلة والجيران ويدخلوا يقعدوا جنب المريض وأكنك داخل منتزه. منين الطبيب؟ يمكن هم شايفين معانا الأستاذ محمد نضر مدير عام بالتأمين الصحي سابقا، الدكتور ممدوح راغب، الدكتور محسن، وكان حديثهم جميل جدا جدا. وقال لك طيب قبل ما تاخد من الطبيب اللي أنت عايزه ادي للطبيب اللي هو عايزه أو اللي يقدر يعيش. فاتكلمنا على موضوع الامن، وان شاء الله هنتوجه للسيد محافظ الفيوم بضروره توفير نقطه امنيه داخل محافظه الفيوم، ولابد ان يتغير النظام، ممنوع اي حد يدخل الا المريض ومعاه واحد ماشي. انما اللي بيحصل ده مهانه، وفعلا امر بيخلي الامر داخل المستشفى زحمه وتعامل غير ادمي. الحاجه الثانيه
بيتكلم الطبيب بياخد 1200 جنيه. قال لك طب سويني يا اخي بالعامل اللي شغال في الكهرباء، سويني باللي شغال في الضرايب، سويني باللي شغال في اي مكان. بقى يعقل يا جماعه الطبيب ياخد 1200 جنيه؟ مطلوب منه لبس، مطلوب منه سياره، مطلوب منه برستيج يعيش. راجل دكتور تخرج 7 سنوات بعد ثانويه عامه وما زال بيستمر في التعامل. فالطبيب عايز ايه؟ عايز تامنه في مكانه ما هيتعرضش للاهانه ولا مهانه، وعايز تامنه برضه راتبيا، راتب يعرف يعيش. دول الحاجتين اللي هم مطلوبين الطبيب عايزهم. طب تعالى بقى عندنا المشاكل في مستشفى الفيوم. زي ما ذكرت لحضرتكم ان مستشفى التامين، مستشفى الفيوم تختلف عن مستشفى التامين. مستشفى التامين يدخل المريض وشكرا، الاهل بره منتظرين بره، في حد تواصل تليفون، في واحد داخل معاه. المستشفى العام لا، كانك داخل سوق. الحاجه الثانيه عندنا مستشفيات الوحدات الصحيه في الفيوم، كثير من الوحدات الصحيه لا يوجد بها طبيب، وان وجد بها طبيب انا بستغرب، يا يجي 8 يمشي 10، يا يجي 11 يمشي واحده، المهم غير متواجد. اي نظام ماشيين عليه؟ طب انا هقول على عجاله كده الشكاوى اللي هي وصلت لبرنامج مع القاده. بدايه يوسف الصديق، الوحده الصحيه بمركز يوسف الصديق تعمل ساعتين فقط وتفتح الساعه 12:30. الغرق مركز اطسا، الوحده الصحيه لا يوجد بها اي شيء. ابشواي، المركز الطبي الحضري ابشواي يفتح الساعه 11 ولا يوجد طبيب. طميه، مستشفى طميه المركزي لا يوجد بها جراحه عيون تخدير اطباء. اطسا، الوحده الصحيه بقريه محمد فهمي السيد لا يوجد بها طبيب وتضم 26 عزبه. الوحده سيله، الوحده الصحيه متهالكه المباني ولا يوجد بها طبيب ولا صيدليه ولا اي شيء. الباسونيه بها الباسونيه، الوحده الصحيه لا يوجد بها طبيب ولا انضباط ولا مواعيد. طبهار، الوحده الصحيه لا يوجد بها طبيب وانت واجد هي ساعه او اثنين. الشواشنه، المركز الطبي الحديث بالشواشنه صرف عليه الملايين وعدد كبير من المواطنين ولا يوجد اطباء ونسبه الغياب كبيره ولا احد يعمل. الغريب ان هذه المستشفى تم افتتاحها في شهر 1/2018 باحدث الاجهزه، تكلفت الملايين وتعمل بطاقه لا تتجاوز 5%. سرسنه، والوحده الصحيه بسرسنه بعد التطوير الهائل والمبالغ اللي صرفت عليها لا يوجد بها طبيب لا نهار ولا ليل، وبياخدوا منها الاجهزه كمان. قريه الزهيري بسيله مغلقة ولا يوجد بها شيء. قرية عفيف يوسف الصديق ليس بها أطباء. قرية خليفة يونس الوحدة الصحية مغلقة ولا يوجد بها أطباء ولا حتى تقريبا ممرضات. منشيت أحمد منشيت سنورس نفس الشيء. كل طبعا في حاجات تانية إن شاء الله هتعد مذكرة وهنذهب بها إن شاء الله للسيد المحافظ وبعض النواب، تناقشنا معهم عن الملف الصحي. احنا عايزين الامر يتحسن كملف صحي. مثلث الرعب في كل مكان، المرض، الجهل، الفقر. المرض شيء اساسي، ان ما كانش الانسان عنده صحه لا يجيد اي شيء. معانا الاستاذ عطر من الشرقيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل استاذ عطر. حضرتك يا فندم، انا من محافظه الشرقيه مركز ومدينه صان الحجر. اهلا بحضرتك. المستشفى الحسينيه المركزي اللي الدوله بتقول لك متطور و الى اخره، مفيش فيه ولا طبيب، وفي الحالات يعني بتعاني الامرين في مستشفى الحسينيه المركزي. الشرقيه مركز؟ مركز الحسينيه. ماشي، مركز الحسينيه، اتفضل. اللي بقول لك الحالات، يعني كان عندنا حالة النهاردة موجود أو مهدية هناك، يعني عانت الأمرين فين؟ لما جت ممرضة بصت عليها مفيش أطباء إطلاقا، وجينا ننزل يقول لك مفيش، مش هيطلعوا لك إلا بعد الدور ده وإن طلعوا كمان. طيب أنا شاكر لحضرتك، يا ريت الكنترول يسجل لي عندك. الشرقية مركز الحسينية. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني الوقت بيعدي بسرعة، يعني لم يتبقى لي إلا تقريبا 5 دقائق، فبنتكلم على الملف الصحي وخطورة الأمر. طيب أنا عايز أعالج المشكلة دي، أنا عندي عجز في الأطباء. نواب الفيوم، مسؤولين الفيوم،
الفيوم مش مدرجه في التامين الصحي حاليا. هي في الخطه يعني ممكن ان شاء الله في 2024 يكون فيها تامين صحي. كل نواب المحافظات بيبحثوا من الان ان ياخدوا اكبر عدد من الاطباء في التكليف. يعقل المحافظه تطلب لي طبيب واحد جراح؟ ازاي طبيب هيشتغل ازاي طبيب في محافظه كامله يا جماعه؟ انا عايز عقل يناقشني. فلازم النواب الفيوم يطلبوا لنا على الاقل 50 طبيب. انا عندي كليه طب جامعه الفيوم بتخرج لا يقل عن 300 واحد. ال 300 واحد دول يفترض انا عايز 150 واحد، مش شرط يا عم من ابناء الفيوم، وان كانت الاولويه لابناء الفيوم، هتقولي اصله تنسيق واصله مجموع واصله درجات وسيستم شغال على مستوى المحافظه، يا عم ماليش دعوه، انا عايز 150 طبيب ان شاء الله تجيبهم لي معاك من اسكندريه لاسوان، بس يوصل لي الفيوم عندي 150 طبيب. معانا اخر اتصال استاذ محمد من القاهره، السلام عليكم استاذ محمد. ايوه السلام عليكم. اتفضل يا استاذ محمد. ايوه يا باشا، النبي احنا عندنا الايمان بحلوان يا باشا من الصعصية. نعم يا استاذ محمد، الصوت مش واضح لو سمحت، وطي التلفزيون واسمعني من التليفون لو سمحت. يا حضرتك يا فندم احنا عندنا ايمان من الصعصية جامد. حلوان العام. هناك ماليش ولا اجهزة ولا أي حاجة. تمام. معايا يعني كذا في واحد النهارده كان بين الحياة والموت، ولا دكتور عايز ينزله ولا أي حد عايز ينزله يا فندم. ماشي يا استاذ محمد، يعني ان شاء الله نتواصل معاك بعد الهوا ان شاء الله يا استاذ محمد. فمشاهدينا الكرام، انا بقول يعني نواب الفيوم، مسؤولين الفيوم، السيد معالي المحافظ، نائب المحافظ، احنا عايزين نطلب في الفيوم عدد من الاطباء عشان يغطي لنا المشاكل اللي بنتكلم عليها دي كلها. الجميل بقى الفيوم ممكن يجي لها 30 طبيب بالواسطه وبالمعرفه، يطلع منهم انتداب خارج الفيوم 25 ويبقى على قوه الفيوم، ويتبقى عندي خمسه بس، وهروح لوكيله الوزاره. وانا فعلا التقيت بالدكتوره امال هاشم وكيله الوزاره، هتعمل ايه مسكينه؟ ما عندهاش اطباء ومطلوب منها تغطي الجزء. هل يعقل ان احنا بنقفل عندنا مستشفيات كبيره مجهزه؟ هل يعقل ان مستشفى كبير اخلي دكتوره فيها ساعتين؟ امال صرفنا الملايين دي عشان ايه؟ وليه الامر ده بيحصل في محافظه الفيوم؟ احنا عندنا تنميه ما شاء الله بتتم في الفيوم جميله، واللي جاي افضل، بس عندنا بس ابناء الفيوم يتكلموا يتحركوا. نواب الفيوم انتوا خلاص بقالكم بقى اقل من سنه، خلوا مسك ختامها مسك بقى، اتحركوا للملف الصحي. ابناء الفيوم بيقول لك عندنا عجز صارخ في الاطباء. شهر 4 اللي جاي ده افترض ان يبقى عندي دفعه كبيره جدا من كليات الطب على مستوى جمهوريه مصر العربيه، لازم يوضع في الحسبان ان الفيوم كلها حصه كويسه جدا وعدد كويس. حد يقعد مع الدكتور امال هاشم ويشوف طلباتها ايه، وانا ان شاء الله هلتقي بها الاسبوع ده ان شاء الله، وهاخد منها عندنا مشكله. كان عندنا انتخابات نقابه الاطباء في الفيوم يفترض اللي هم هيطلب اصواتهم اكتر من 3000 طبيب. 3000 طبيب دول لو موجودين بالفعل في الفيوم هيغطوا عندي المشاكل دي كلها. على ارض الواقع لا يوجد 1000. طب باقي الناس فين؟ هم خارج الفيوم ولا خارج جمهوريه مصر العربيه، ولا هم ورقيا مسجلين على الفيوم وسافروا وطلعوا بره؟ في حاجه خطا، في عجز صارخ في الاطباء في الفيوم، مع وجود مستشفيات مجهزه ومباني مبنيه بس ما فيش اطباء. طيب هنتحمل لحد شهر 4؟ لازم تحرك دلوقتي بادب واحترام، وكل انسان يا جماعه عنده شكوى يتابع معانا، احنا هنجمع كل الشكاوى اللي عرضناها، بالاضافه لحاجات كتيره جدا معايا ما قدرتش اعرضها لضيق الوقت، انا وقتي بينتهي، لكن على وعد ان شاء الله برنامج مع القاده، الكنترول والاعداد متابعين معاكم خلال الاسبوع كاملا، بنتلقى هذه الشكاوى ثم بنعرضها على المسؤولين. الحاجه الاخيره، لان البعض بيقول احنا بنعمل كده ليه؟ ليس لنا غرض شخصي، لا احنا بتاع انتخابات ولا هندخل انتخابات ولا عايزين مناصب، بس عايزين ابناء كل محافظه في محافظتهم يكون لهم احترام ادمي. لو حد من البهوات، حد من البشوات تعب، الدنيا تقوم ولا تقعد، ويروح افضل المستشفيات وتفتح له كل الابواب، اما البسطاء ليس لهم الا الله. مشاهدينا الكرام، الى ان التقي بحضراتكم الاسبوع القادم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.